السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم اليوم؟ طبعا اعرفكم بنفسي، انا مهندس كاظم محمود بناتي، موظف في شركة نفط ميسان، مسؤول شعبة حقن الماء، مكتب معاون المدير العام لشؤون الانتاج، حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد 2004، وحاصل على شهادة الماجستير ايضا من جامعة بغداد 2015، وإن شاء الله طالب دكتوراه. راح أدرسكم مادة الحفر، حفر الآبار النفطية. طبعا عندنا جزئين من هاي مادة الحفر، جزء نظري وجزء عملي اللي هو المختبر اللاب. بالجزء النظري راح نتناول عدة مواضيع، أهمها هي مقدمة عن مكونات برج الحفر، وبعدين راح ناخذ نركز على أهم عنصر في عملية الحفر، وهو دراسة سوائل الحفر، أهمية سوائل الحفر، المواد اللي نضيفها على سوائل الحفر، خواص سوائل الحفر، المشاكل اللي تسبب بسبب سوائل الحفر، والضغط الهيدروليكي المسلط على الحافرة، وبالتالي راح نتناول عملية تصميم البير عن طريق الكيسينج والسيمنتينج والبيرفوريشن التثقيب، والأخير راح ناخذ الكوست إذا لحقنا، أو ديزاين كيسينج، ديزاين سترينج، درينج سترينج. بهاي العملية طبعا عملية حفر الآبار النفطية، عندنا نوعين من آبار الحفر، عندنا نوعين من آبار الحفر، بير استكشافي وبير تطويري. طبعا أصعب أنواع الحفر، وأنا قلت لكم بعض الجروبات بالمختبر، قلت لكم أصعب شيء هو البير الاستكشافي، لأنه أنت جاي تحفر بير وما تعرف شنو طبيعة المنطقة، الفورميشن بريشر، صلابة الصخور، المشاكل اللي تسببها الطبقات، فلازم هنا يكون كوست عالي بالإضافة إلى الخبرة العالية بالإضافة إلى كفاءة برج الحفر بهاي البير الاستكشافي. أما البير التطويري، البير الأول، البير الثاني، البير الثالث، راح تنحل كل المشاكل اللي ترافق عملية الحفر، لأنه عملية الحفر هو بداية استثمار الحقل، عملية الحفر هو بداية استثمار الحقل، وبداية استثمار الحقل انه جاي احنا نصرف كوست عالي، فلوس على المكمن مقابل او قليل من المردود المالي، لانه بعدنا ما فاتحين الابار للانتاج، قاعد نحفر ابار. من نبدأ بالفيز الأول، حفرنا في 5 آبار نفتحها للإنتاج، راح تبدي عملية الإنتاج وبيع النفط الخام، وبالتالي راح ينزل الفلاش كيرف أو الكاش كيرف، العفو الكاش كيرف، راح يهبط بكل ما تمت عملية إنتاج أكثر للنفط، وراح نبدي نحفر آبار، راح يهبط أو تبطئ عملية الكاش فلو او الكاش دايجرام. زين، فاحنا الان راح نتطرق الى اهم عنصر، وهو مكونات برج الحفر. هذا هو برج الحفر اللي تشاهدونه بالصورة. طبعا أبراج الحفر كثيرة، أنواع أيضا من أبراج الحفر، بعضها صغير خاص للورك أوفر يعني عملية الاستصلاح، بعض الأبراج الاستكشافية عملاقة كبيرة، بعضها متوسطة. زين، بس لكن المكونات بصورة عامة متشابهة، يعني مكونات أبراج الحفر بصورة عامة متشابهة تقريبا. زين، وبعضها يمكن نقله من مكان الى مكان، بعضها لا يمكن نقله من مكان الى مكان الا تفكيكه
جزء جزء ونقله إلى مكان آخر بعضها، لا يمكن نقله عن طريق حزمة واحدة، رج يسمونه رج بورتبل، يعني يمكن نقل حزمة واحدة من مكان إلى مكان. بعض الأحيان في الشركات الأجنبية اللي قاعد نشاهدها في حقل الحلفاية نشاهد أنه حركة مثل سكة القطار. ليش؟ لأنه مكان بنفس المكان يمكن أن يحفرون 6 آبار أو 7 أو 8 آبار حتى 9 آبار في مكان واحد. واحد يقول شلون هسه نحفر في مكان ونخلي سكة حديدية منزلق اللي ينزلق عليه برج الحفر، نحفر هنا هذا البير بالاتجاه الشمال، يعني انت تحفر فيرتيكال لانه انواع الحفر مره فيرتيكال مره دايركشن مره هوريزونتال. الدايركشن يعني هو عمليه ميلان للحفر باتجاه معين وبزاويه معينه. الحق الهوريزونتال لا، الكون افقي الحفر، يعني توصل لمنطقه نقطه معينه ومن عند الكيك بوينت هاي النقطه اللي عندها يميل يصير عمليه ميلان للحفر. فالزاويه تكون 90 يعني بين الفيرتيكال والهوريزونتال 90 درجه. اما الدايركشن لا، الدايركشن يكون زوايا معينه الى ان توصل للتارجت للهدف للمكان اللي يبيه النفط. اوكي؟ للمكان اللي يبيه النفط. فهاي الابار تحفر بير باتجاه الشمال، من كملت البير راح تزحفه مسافه 5 امتار او مترين ثلاثه او 5 امتار. هاي ال5 امتار راح يبدي تحفره باتجاه الجنوب ومره باتجاه الغرب من اتجاه الشرق ازموث، يعني اكو زوايا افقيه اتجاه 30 40 50 60 كزاويه افقيه. شلون عندك دائره افقيه والدائره بيها زوايا من 0 ل 260، فمره تحفر باتجاه 5 زاويه مره باتجاه 6 6 30 40 45 وهكذا. فصار عندك عدة آبار في مكان يسمونه باد، يعني ما يسمونه مكان بير، يسمونه باد. لأنه ليش باد؟ لأنه بعدة آبار، عدة آبار بهذا المكان. زين، فعملت الآن. لكنه بصورة عامة مهما ما يكون نوع الحفر فهو برج الحفر له مكونات متشابهة، يعني كونت خاصة، اكو اختلافات بعض الاختلافات لكنه بصورة عامة تكون قليلة. زين، فهذا برج الحفر وهاي مكوناته، يبدو من فوق طبعا هنا ما مبينة شوية لو نجي نقربها. لاحظ هنا قربناها الصورة. عفو، هذا هو برج الحفر. هنا كراون بلوك، هاي البكرات، وهذا السيفتي بلاتفورم، هذا مكان يوقف به العامل. هنا درينج لاين، هاي عندنا احبال مال الحفر. هنا هذا ترافينج بلوك، هذا اللي هو يرفع، يعني لو نشاهد هنا يرفع هاي المجموعة. هذا هنا الهوك، هذا الهوك هذا مثل تقريبا مثل الشص، هذا الهوك هذا مرتبط به السويفل، هذا السويفر اللي مرتبط بالاخير بخيط الحفر. زين، فهذا هنا اكو انجاين هاوس هوز، وهنا زين هنا نتحكم بالخيط، نحفر نرفع وننزل، يعني نرفع الخيط مال الحفر وننزل الخيط مال الحفر، يسمونه درينج سترينج، درينج سترينج. نرفع منها طين شو اسمه، عجيبة. ايه هاي هاي ويش ايش. المهم هنا هذا ستاند بايب، هنا هذا اكو بايب واقف اللي من عندنا نضغطين الحفر
وبعدين يروح بالمود هوز، هذا المود هوز وين داخل بالسويفر، ويفتر ويا هذا السويفر مربوط بين بالكلي زين، هذا بالانبوب، حتى يجي سائل الحفر يدخل من هذا الجانب ويروح للبيض، هذا يدخل منها. هاي هنا مانعات الانفجار بلو اوت بريفنتر، ويدخل طين الحفر هنا للبور هول، هذا بعد ما داخل هسه هو بالبايب زين داون هنا، هذا دريل بايب، بعدين يوصل للبت للحفره، هذا طين الحفر. بعدين اكو هوزات نوزلات، العفو هنا نوزلات، راح يطلع طين الحفر من النوزلات ويدخل بالبور هول. البور هول هذا اللي هو فراغ الحلقي يسمونه بين الدريل بايب وبين الول مال الول، يعني الحائط او الجدار مال الول يطلع، فيرفع وياه الكتنج القطع الصخور المحفوره، وكذلك يبرد. هاي راح ناخذها باهميه سواء الحفر، برد الحفره زين، ويسبب لي هيدروليك عالي، ويحافظ على الضغط الداخلي للبير. اذا اكو هنا سوائل شو اسمه، نفرض هنا اذا اكو سوائل زين، هاي السوائل اذا يمكن ان تدخل لل ايش اسمه، انا ارسمها تدخل لل زين، تدخل للبير، يمنحها اذا كان الضغط مالها اعلى من الضغط مال الحافر زين. يعني هاي بس احنا راح نتناول هذا الكلي، هذا الكلي هذا شنو الكلي، شنو فائدته؟ الكلي هو انبوب مضلع حتى يتعشق ويا من ويا الروتر تيبل. هاي الروتر تيبل، هاي الروتر تيبل موجودة على هاي المنصة، هاي الروتر تيبل هي تفتر، فالبايب املس، فماكو بايب يتعشق وياها اللي يكون مضلع حتى يتعشق وياها، حتى من تفتر الروتر تيبل تفر وياها، تفر وياها شنو، تفر البايبات. فهنا اكو محرك ومضخه، مضخات هاي مضخه طين الحفر، ضخ الطين، وهذا انجين هاوس محرك، فتفتر هاي الروتر تيبل. فهذا الكلي هو اللي يتعشق ويا من، يتعشق ويا الروتر تيبل، وبالتالي من يفتر الروتر تيبل راح يفتر الكلي، وهاي الحركه الدوران راح تنتقل الى باقي السترنج مال البايبات، وهاي راح من تفتر السترنج راح تفتر البت هاي الحافره، من تفتر الحافره عندها بيها اسنان راح تقطع الصخور، الصخور من تقطعها راح يجي سائل الحفر يدخل، هم يبرد وهم يرفع هاي قطع الصخور المحفوره زين. هذا شو اسمه زين. بعدين يطلع هذا طين الحفر وين يروح؟ يروح بالسكشن بايب هنا، يطلع منها، يطلع ينزل منها، يروح الملي المعالجي، نعالج هذا طين الحفر لانه بكتنج وبمواد ملوثه صارت، فراح تتغير مواصفاته، وبالتالي راح نعالجه شل شيكر، دي جازر، دي ساندينج. هسه راح نشوفهم هاي عمليه فصل الصخور، الرمال، الغاز، نوبات يجي ويا غاز يدخل، هاي تسبب عملية تلويث، تلوث العفو، تلوث للطين الحفر، وبالتالي راح تتغير مواصفاته فيتعالج حتى نرجع مرة ثانية نضخه. يعني انتم تعرفون الاطيان حفر، اطيان هاي كوست زين، فلازم احنا نقلل اذا نريد كمهندسين نقلل من عملية الكوست. وانا قلت للولد اللي موجودين لازم المهندس ان يتذوق الارقام، وبالتالي راح يبحث عن افضل الحلول باقل تايم واقل كوست زين، لانه التايم مرتبط بالكوست، كل ما زاد التايم الوقت كل ما زاد الكوست، مفهوم زين. هاي المكونات الرئيسيه للبرج الحفر، هنا راح ناخذها بالتفصيل طبعا، راح نقلل حتى نشوفه.
زين روتري درينينج. طبعا اكو انواع من الحفر، مره كان قبل بالمطارق وبال شو اسمه بالمجار، الان صار الحق الحفر هو حفر الدوراني، هو هذا الحفر يسمونه الحفر الدوراني لانه تفتر البيت الدور ويفتر السترينج وهكذا. زين فهذا هو الحفر الدوراني إلى عده إلى عده امتيازات. وزين فتو اوفر كومينج ذا مقاومه الروك كراشينج ات سمول بارتيكل، يعني يقطع الصخور الى هاي، ازاله تو ريموف ذا روك بارتيكل تو مينتين ذا ستابل اوف ذا وول اوف هول، يعني يصين الجدار مال او يخليه مستقر حسب طين الحفر. زين يمنع السوائل من الدخول الى الفورميشن، من الفورميشن الى داخل البير. هذا من مواصفات الحفر الدوراني. زين من مواصفات this can achieve using the rotary drilling rig ابراج الحفر which are on operating today in the field of hydrocarbon exploration and production. يعني هاي اليوم يدخل هو هذا الحفر الدوراني ويتميز. The drilling rig are complex. طبعا الرقات الان معقده في عمليه النقل والمعدات وغيرها والحركه. واكو ابراج حسب النوع البيئه اللي موجود بيه اون شور واوف شور، على اليابسه وعلى الماء، يعني يختلف. دخلت هالحفر الدوراني، ابراج الحفر الدوراني دخلت في اون شور وحتى بالاوف شور بالمحيطات والانهار. فتختلف هذه الابراج من طريقه حفر الى طريقه حفر اخرى، لكنه احنا قلنا المواصفات تقريبا نفسها. اكو بعض الهيدرينج سيريز اوف ويلز، يعني يحفر هاي اللي قلنا البادات يحفر في عده اماكن. زين روتر درينج ذا روك بورد يوزنج ذا كاتنج تول كات ذا بت، وهذا بيها حافره تقطع اللي هي يسميها البت. البت هي الحافره اللي موجوده راوكم اياها اللي موجوده في بدايه من تدخل الكليه الهندسه بدايه بنايه كليه الهندسه موجوده هاي البت الحافره اللي بيها اسنان، وهي نوعين اكو المازيه واكو روك بت واكو دي سي دي دي سي. هاي اللي موجودة هي الألمازية اللي أغلى شيء لكنه تتحمل درجات حرارة. المهم زين هاي عندنا، هاي هي طريقة الحفر، هاي أبراج يعني في الصورة على اللاند درينج بروسيس عملية الحفر، هاي المانعات وهاي الدرل بيت وهاي البايب. زين هاي هنا يعلقون بيها البايبات حتى يربطون بايب ببايب وينزلونه، كل بايب كل ما يحفر 9 امتار خلص طول البايب صعدوا فتحوه دخلوا بايب ثاني ورجعوا حفروا 9 امتار، بعدين صار 9 و9 18 وبعدين 27. كل ما يزداد الحفر يسمونه اضافه الدريل بايب بايبات. وبعدين متكمل عمليه الحفر لازم يسحبون السترنج كله، يسمونه تكسير الدريل سترنج او بايب سترنج تكسير، يعني يسحبون الكلي يفتحونه، يفتحون اول بايب يرفعونه بعدين يوقفونه يفتحون البايب الثاني وهكذا الى ان يكسرون البايب. طبعا انواع الرقات، انواع طبعا عندنا احنا درينج ريج يمكن ان تصنفه الى لاند ريج واوف شور ريج، يعني على اليابسه وبالماء. There are two types of offshore. The offshore عندنا نوعين، هو floating rig وعندنا bottom supported rig، وكل واحد يتقسم إلى عدة أقسام، هو semi submersible والdrilling ship هذا تابع للfloating rig والbottom supported rig. There are three نوع، jack up وplatform والبارج، يعني سفينة كاملة. زين هاي تشوفونها هاي البارجة سفينة كاملة، هنا support rig نوع البرج، يعني اكو ثابت واكو متحرك. زين ينزلون وهكذا، هاي الانواع الانواع اللاند والاوف شور ريج. اللاند ايضا هم يتقسم الى انواع، والاوف شور هنا نتقسم عندنا الى انواع. هذا جاك اب روج، رج يعني تنزل جكات وترفع المنصة وتبدأ عملية الحفر. زين أي أنواع من الحفر تقدرون تدخلون عليه على النت
وتكتبون هاي الانواع بلاتفورم البارج الدريل شيب وهكذا فلاتنج ريج والاوفشور واللاند ريج انواعها تقدرون تبحثون عليها. هنا راح نتطرق للمكونات الرئيسيه المكون الرئيسيه للابراج ابراج الحفر هي مجموعه الهوستنج لها مجموعه الروتنج كوبيمنت مجموعه التدوير او معدات التدوير سيركليتنج سيستم مجموعه التابولر جوتس زين بريشر كنترول دريج كاباسيتي ان سبستراكشر اي سبستراكشر مو توتال باور ريكويرمنت فور ذا ابوف وهكذا زين القوه اللي معدات القوه اللي تحمل هذه فهاي سبعه انواع من مكونات المكونات الرئيسيه لابراج الحفر الرقات نسميها رق هذا الرق عندك سبعه انواع تقريبا مجموعه الهوستنج اللي هي الاحبال وغير الاحبال وهكذا اللي ترفع ومكوناتها والماكينه وهكذا زين والبكرات هاي اكو بكرات ثابته واكو بكره متحركه زين باك جراوند زين وكل وحده هسه راح نفصلها الى انواع زين هاي مكوناتها هسه راح نجي للمجموعه الهوستنج سيستم الهوستنج سيستم يتكون من درو وورك موجوده كراون بلوك ديدلاين انشور ترافلنج بلوك وذا هوك ودرينج لاين زين الهوك هذا الهوك اللي شفته من ساعه كونكت يربط ذا الكلي اور توب درايف وذا ترافلنج بلوك زين يربط ذن الهوك هذا اللي يصعد والاحبال كراون بلوك هذا اللي موجود في قمه البرج درورك يعني كل واحد كل معين تلقون تقدرون تفتحون موجوده بالانترنت انواع تقدرون يعني مثلا تشوفون مكونات الهوستنج سيستم وراح تشوفون شلون درورك شنو كراون بلوك شنو ديدلاين انشور شنو ترافلنج بلوك شنو ذا هوك درينج لاين وهكذا. هنا أنا راح بعض الصور يعني هنا أنا مثلا هذا شوف هذا الهوستنج بصوره عامه درورك هذا اللي هنا البكره اللي بيها خيوط الحفر وهنا الفاستنج لاين هذا اللي يتحرك وهنا الديد لاين زين وهنا هذا البكره اللي بيها مرتبط حفر وهنا هاي الابار هاي البكرات كراون بلوك هاي البكرات الثابته تقريبا زين وهذا الهوك يحمل هذا الهوك لود هنا هذا الديدلاين انشور هذا الانشور ديدلاين انشور هذا الديدلاين وهذا الديدلاين انشور اللي يرتبط به هذا الحبل اللي واقف يعني ما يتحرك زين ومن هنا تصعد وتنزل كل ما رخيت له راح ينزل كل ما لفيت راح يصعد الهوك وهكذا هاي هي مجموعه الهوستنج زين هاي هي مجموعه الهوستنج هي مجموعه من بكرات وحبال حبال قويه جدا تحمل مكونات السترينج مال الحفر حتى يصعد وينزل زين الروتينج اكويبمنت معدات التدوير ذمين هم ايضا لها مكونات تكون منين الروتر تيبل هذا قلنا المعده اللي يدور اللي مرتبط بالمحرك وتفر طين خيط الحفر والكلي قلنا هذا البايب اللي هو مضلع هذا المضلع اللي يتعشق وين الروتر تيبل وين الاولى زين وبالتالي راح ينطيني يرتبط بالاولى وينقل عمليه التدوير. هذا في بعض الاحيان الاولى الروتر تيبل والكلي نستغنى عنها بما بالتوب درايف اللي هسه موجوده بالابراج الجولات التراخيص هاي الابراج الحديثه الموجوده بالشركات الاجنبيه. زين هاي هو التوب درايف هذا هو التوب درايف اللي هو ذس از اكويفالنت يكافي تو الكلي اند الروتر تيبل. يعني محرك موجود في القمه هو يدور هو بمحرك هو يدور يقوم بتدوير خيط الحفر. هاي يسمونه دوب درايف هذا اكثر كفاءه من اوتيبي زين السويفل اللي هو هذا موجود شفناه والروتري هاوز الهوز اللي ينضخ منه سوائل الحفر زين سيركوليتنج سيستم ذا هيرت اوف ذا سيركوليتنج سيستم قلبه هو المود بامب يعني روح السيركوليتنج سيستم مجموع هو المود بامب يعني مضخات الطين الحفر هاي انواع عندنا من المضخات هو دبلكس اند تريبلكس
هسه راح نشوفها بصوره. هي تضخ طين الحفر بصوره تدوير، يرجع لها طين الحفر تعالج الطين وبترجع تضخه، وهكذا تصير عمليه تدوير لطين الحفر، لذلك سميت سيركليتنج سيستم. زين هنا شويه، هاي هي المضخات تربل والدور، يعني ديسشارج مضخه مثل السرنجه، تسحب ترجع منها تحط طين الحفر يدخل، بعدين تضخه يفتح هذا الصمام ينزل ذاك الصمام، وهكذا تصير عمليه ضخ لطين الحفر. هذا هنا الثلاثي، تسحب الضخ تدفع الضخ، يعني من ترجع الضخ من تسحب الضخ، وهكذا تاخذ وتدفع، تاخذ من وتدفع. زين زين، هاي الهاوس باور، الهيدروليك هاوس باور، هو هذا نتيجة المضخة للطين الحفر تولد لي يسمونه الهاوس باور، يعني القوة الحصانية اللي تدفع، تعتمد عليها من تعتمد على الضغط وتعتمد على الفلوريت، معدل جريان السوائل الحفر. زين هذا الهاوس باور هو فلوريت مضروب بالبرشر في الضغط على 1713.6. زين الهاوس باور هو يساوي 0.058 جالون بير مينيت في الفلوريت، طبعا الكيو في البرشر اذا كان بالبي اس اي، الكيو هاي جالون بير مينيت اذا برميل لكل دقيقه في البرشر بي اس اي قسمه على 40.6. الهيدروليك هاوس باور اذا اريد الفلوريت بالبرميل لكل منت في البرشر نضربه في 0.0، هنا الاول جالون بير مينيت اذا اريده بالجالون في الضغط، هنا البرميل في المينيت. زين هو 40.8 صعد لي فوق مسوي 0.02 لان نفس الوحدات، واو برميل لكل دقيقه، وهنا ايضا برميل لكل دقيقه، وهنا البي اس اي. المهم بصوره عامه راح ناخذه بالهيدروليك، هذا الهيدروليك هاوس باور هو القوه الحصانيه اللي تولدها هاي المضخات على اليمن على البتعه الحافره، حتى شنو تكون لطين الحفر قوه كافيه لرفع قطع الصخور. يعني انت اذا عندك هاوس باور ضعيف ضخ طين حفر ويجيك عليك اياه في صعيد، بينما اذا قوي راح يصعد الكلتنج وياه والاوساخ اللي موجوده اثناء عمليه الحفر. هذا مهم. المود هاندينج اكوبمنت، معدات معالجه الطين. يعني انت قلنا احنا الطين من يطلع من البير لازم شو نسوي له؟ نعالجه في بالسطح. زين هاي هي معدات اللي هو الشيل شيكر مثل المنخل، مثل المنخل يطلع سوائل الحفر وينزل. المود بيتس يعني هاي التانكيات اللي موجوده، عدد تانكيات موجوده احجام مختلفه موجوده بالهاي حتى تنترس بيطين الحفر، هاي المضخات حتى تسحب منها المضخه وتضخ بالبير، ترجع بالبير، ومن يرجع الكاتنج يروح للشير شيكر نصفيه من الكاتنج، هاي مثل المنخل قلنا. زين يروح للمود ديجايزر اللي تعزل الغاز، خافوا يا غازات تعزله. سنترفيوج اند مود كلينيرز، سنترفيوج مثل التدوير بال شو اسمه السرعه المركزيه حتى تفقد تنتزع من عنده باقي الكتنج الزغار. دي ساندر اند دي سيلتر، هاي اكو كتنج صغير كلش يذيب، يعني شوف شلون عمليه تصفيه للسائل الحفر. زين هاي رمال واقل من رمال، هاي تعزلها ايضا وحدات خاصه، هاي مراحل تمر بيها وبعدين يطلع لي طين الحفر الصافي اللي حضرت انا بالبدايه بكثافه معينه، اخذ من عند الكثافه واقيسها بالمختبر الصغير اللي عندي انسايت انتو سايت، يعني بالمكان مثل هذا اللي هو المارشال، اقيس كثافته زين عندي، والمود بالانس كثافه المود بالانس واللزوجه حتى اشوف انه نفس المواصفات، لان يعني خاف تغيرت المواصفات او خاف هاي عمليه المعالجه مو تمت بصوره صحيحه حتى ارجع اعيده مره اعالجه مره اخرى للطين الحفر. هي مجموعه المعالجات الطين الحفر حتى ارجع اضخها مره ثانيه. زين توبيولار كوتس، هاي المكون الاخر هو يتكون من الدريل بايب والدريل كيلر، هي البايبات الانابيب، يعني معدات الانابيب اللي هي دريل بايب، اكو عندنا دريل بايب يعني هو هذا انبوب اللي هو اطول انبوب اللي نضيفه نربطه بالبيت بالحافره وهو يسبب عمليه التدوير، بس اكو قبل لا يربط بالحافره يسمونه درين كلر. زين يسمونه درينج كلر. زين هذا الدرين كلر الكلر هذا هو اللي يسبب تثقيل، يسلط وزن على الحافره حتى تزداد عمليه الاختراق. زين
ويخلي السترينج بصوره متوتره، يعني بصوره افقيه تقريبا. زين، وبعدين هذا درين كلر هو اللي يرتبط بالبيت. اكسسوارز انكلودنج هيفي وول، اكو بايب ثقيل حتى ايضا، ستابلايزر ترتبط به ستابلايزر منظفات حتى من يفتر، هاي القطع المحيطه بالحافره هم ايضا خاف يصير بها ضيق وبالتالي ما يخلي السرنج يفتر، فهاي تنظف وياه. والبيت هاي الحافرات قلنا الحافره الصغيره، دايركشن كنترول اذا اسوي يعني اخلي ميلان للبير، للبير اميله اخلي دايركشن كنترول، اذا ما اريد اخليها اشيلها هي. زين، بس عندي ستابلايزر والبيت والهافي وولز والدريل كلر وهكذا. هي هاي مجموعه التابيولار جوتس، تابيولار جوتس هاي مجموعه التابيولار جوتس. المجموعه الكنترول برشر هاي هي نخليها براس البير حتى خاف يصير عندي انفجار، وخاف هاي تحافظ عليها تسيطر عليه الضغط الجو، يعني خاف يصير خلل طين الحفر، طين الحفر صار خفيف قل ضغط الهيدروستاتيك، وبالتالي راح تدخل الغازات وتدخل النفوط وضغط عالي راح احتمال يصير انفجار. وقلت لكم هاي اللي هذا الفيلم ديب ووتر اللي موجود، فيلم عرضوه شلون صار عمليه انفجار، طبعا هاي قصه حقيقيه ببحر الشمال، وهم يحفرون بسبب صار استغفال للعاملين وتالي سرب الغاز ودخل وسبب دمار وقتل ارواح وانفس خساره. درينج كاباسيتي او سب ستراكشر يعني التركيب العام للبرج الحفر. زين، التركيب العام للبرج الحفر قلنا يتكون من اثنين نوعين، ستاندرد دريج اللي هو ستراكشر موست بي اسامبل بارت باي بارت، يعني يفتحونه يوجوال يوز ان اوف شور بلاتفورم، يعني يفتحونه جزء جزء حتى ينقلونه من مكان الى مكان. والماستر او البورتبل دريك اللي هو ريك، يعني هنا يكون قطعه واحده يتحرك، شوف ريدي تو موف تو انذر لوكيشن. زين، يتحول الى مكان معين من مكان الى مكان، هاي المعدات يعني شلون يسحبونه وهكذا. زين، بالاخير من يتم عمليه حفر البير راح يشوفون هاي البير كمل، هاي الكريسماس تري شجرة الميلاد مربوطة، وهذا الشوك هنا الخانق حتى يحافظ على ضغط البير، هاي بعدين تاخذونها بالإنتاج، وهذا هو البايب برودكشن انبوب الإنتاج اللي يرتبط بالعازلات وبالتالي للتصدير. هذا هو البير. زين، وبالأخير إن النجاح لا يحتاج إلى أقدام، لا يحتاج إلى أقدام بل إقدام، مو يحتاج إلى رجلين، يحتاج إلى إقدام. يعني واحد لا يريد ينجح لازم يضبط نفسه ويكون عنده إرادة للنجاح. شكرا جزيلا طلاب، وإن شاء الله نشوفكم بمحاضرة أخرى.